أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من الأجندة. هذه هي أول حلقة لنا في العام الجديد 2019. كل عام وأنتم طيبون. العام الذي بدأ بأمنيات وردية من قبل الأكثرية الشعبية في العالم، وبتنبؤات سوداوية من قبل رجال الفكر والسياسة في العالم أيضا. وقد رأينا أن نبدأ هذا الـ الـ هذه التنبؤات أو هذا العام بحلقة تنبؤية تستشرف المستقبل على ضوء المعطيات الحاضر نناقش فيها فرضيه سقوط اسرائيل في القريب العاجل كما تطرح ومعها انظمه عربيه آيله للسقوط ونناقش المخططات الراميه الى استدراج العرب للحرب مع تركيا في سوريا وغيرها من القضايا فكونوا معنا. في حلقات سابقه من هذا البرنامج تحدثت عن الشواهد والشروط المتوفره لحرب كبرى ستقع في المنطقه خلال السنوات الاربع القادمه ابتداء من العام 2019. واتذكر اني قلت اذا نشبت حرب دوليه خلال هذه السنوات الاربع فستنتهي بزوال اسرائيل. وكان هذا الكلام اشبه بالشطحه غير المنطقيه. لانه المعطيات الظاهره تقول عكس ذلك المعطيات الظاهره تقول ان اسرائيل اليوم هي اكثر دوله مستقره ومتماسكه في الشرق الاوسط بين مجموعه من الدول العربيه الائله للسقوط كما انها تتمتع بحمايه دوليه غير مسبوقه لاي دوله في التاريخ ومن ثم فان الحديث عن سقوط اسرائيل يعد حديثا اقرب الى الخيال منه الى الواقع وكنت اناقش بعض الاصدقاء احيانا الذين يستبعدون هذه الفرضيه فاقول لهم لا تستبعدوا شيئا لان منظري الكيان الصهيوني انفسهم وداعمي لا يستبعدونه لا يستبعدون هذا السقوط والزوال قريبا الاسرائيليون انفسهم او انفسهم وضعوا هذا الاحتمال على طاوله النقاش الجاد في اروقه الحكومه من بعد ثورات الربيع العربي طرحوا احتمال زوال إسرائيل في القريب العاجل الإسرائيليون أنفسهم للنقاش آه والاستخبارات الأمريكية نفسها قالت بصريح العبارة إن انهيار إسرائيل خلال عشرين عاما المقبلة أمر محتوم لا مفر منه تقارير وأضافت بالقول إن أكثر من مليوني إسرائيلي بينهم خمسمائة ألف يحملون البطاقة الخضراء كارد هذه اللي بتودي أمريكا أو جواز سفر سوف يتوجهون الى امريكا خلال الاعوام الخمسه عشر المقبله وان حوالي مليون وستمائه الف اسرائيلي يستعدون للعوده الى اوطانهم في روسيا واوروبا الشرقيه والغربيه ولهذا كانت الثوره المضاده للربيع العربي بالنسبه لاسرائيل بمثابه قارب نجاه رمي اليها في الوقت المناسب لانه ملايين الاسرائيليين اليوم ليسوا مستعدين للعيش في بلد يحيط الاعداء الحقيقيون من كل اتجاه، اعداء حقيقيون لانه خلال الفتره اللي مضت هذه كلها استمرت اسرائيل في الوجود الى اليوم لانها لم تكن محاطه باعداء حقيقيين، كانوا اعداء شكليين. وكان الربيع العربي يبشر بقدوم حكومات ديمقراطيه ترضخ لاراده شعوبها لا لإرادة البيت الأبيض كما هو حال أنظمة الثورة المضادة من الإمارات إلى مصر. يعني خلال السنوات السبعين الماضية إسرائيل كانت مستمتعة بحماية عربية. وكان معنا حروب مسرحية فنكوشية كما يسمونها أمنت حدود إسرائيل أكثر مما هددتها. إذاً لماذا لا يستبعد الإسرائيلي، الإسرائيليون سقوط إسرائيل في أي وقت؟ لماذا؟ الحقيقة هناك عوامل فريدة تجعل هذه الدولة أضعف من غيرها بالرغم من قوتها الظاهرة أشرنا إلى العامل الأول وهو العامل الديمغرافي هناك نقص في الموارد البشرية للدولة الإسرائيلية نتيجة لضعف الإنجاب عند الإسرائيليين ونتيجة للهجرة المضادة من إسرائيل إلى أمريكا وأوروبا والهجرة هذه بتزداد كل ما حصلت المشاكل حول إسرائيل أه ثانيا العامل الجغرافي إسرائيل دولة صغيرة بمعيار الجغرافيا والسكان والدول التي مثل هذه لا تحتمل خسارة حرب واحدة يعني هذه إذا خسرت حرب واحدة انتهت إذا خسرت حربا واحدة فقط تصبح في مهب الريح لأنها في محيط معادي تماما وليست جزءا من الحاضنة الطبيعي وليست لها مؤهلات داخلية طبيعية تخليها باكيه. ثالثا سقوط اسرائيل لا يحتاج من اعدائها الى سلاح متقدم وجيوش جراره ودول قويه كما يظن تظن الاكثريه العربيه. لا سقوط اسرائيل يكفي فيه ان يحدث انفلات امني في المنطقه المنطقه اللي مجاوره لها. اذا حدث يعني لو حصل انهيار في الدول المجاوره لا قدر الله لاسرائيل في الدول المجاوره لاسرائيل، ستكون اسرائيل في مهب الريح، لان الجماعات الدينيه وغير الدينيه المنفلته والمعاديه لاسرائيل تستطيع ان تقتحم حدود اسرائيل في من كل اتجاه في ايام قليله. ولن يجدي معها اي سلاح مهما كان متفوق. لان المهاجمين سيغرقون الحدود الاسرائيليه بكميات كبيره، اعداد وفيره لا تبالي بالموت. وساعتها اذا وصلوا مجموعه الاف الى داخل اسرائيل لن يجدي شيء لا نووي ولا غيره حتضرب نووي فين على اسرائيل نفسها يعني لا الطيران الاسرائيلي المتفوق سينجح في ردهم ولا الجيش الاسرائيلي وبمجرد ان يحدث الطوفان لن تصمد اسرائيل اسبوع واحد اذا ما علمنا ان من حولها قوتين يعني مدربتين تدريب عالي على الهجوم والفدائيه الان اللي هم حماس في غزه وحزب الله في جنوب لبنان طبعا هذا الأخير يحاول الحصول على وسام شرف للتاريخ الشيعي القذر من خلال القضية الفلسطينية عموما لا أحد يستبعد سقوط إسرائيل اليوم سوى العرب كل الناس الإسرائيليون الأمريكان يتوقعون سقوطها خلال العشرين سنة القادمة والعرب فقط هم الذين يقولون أن إسرائيل سوف تستمر إلى الأبد هذا بالنسبه لمنطق العقل. اما بالنسبه لمنطق الشروط الواقع اليوم فان كل المعطيات تقول ان الشرق الاوسط على موعد مع حرب كبيره ستندل على الارجح بدايتها يعني ستكون في عام 2019. وهذا ما اكده مدير مجلس العلاقات الخارجيه الامريكيه ومدير تخطيط السياسات بوزاره الخارجيه الامريكيه السابق. الباحث الشهير ريتشارد هاس الذي لخص الموضوع بعباره واحده عباره طريفه قال فيها ان من قوانين الشرق الاوسط ان تسوء الامور قبل ان تصبح اكثر سوءا يعني الان الامور سيئه وهذا هو القانون الطبيعي لاني في الشرق الاوسط لما تصبح الامور سيئه معناه انه حتصبح بعدين اكثر سوءا اللي شفناه طوال السنوات الماضيه في الشرق الاوسط هي الامور السيئه اما الامور الاكثر سوءا حسب كلامه فهي اللي عادها جايه في الطريق وهذا هو قانون الشرق الاوسط كما كان وقال ايضا انه يعتقد ان ذلك سيقع قريبا الحرب يعني وانه اذا ما وقعت حرب في العام اذا ما وقعت حرب في العالم خلال العام 2019 فلن تكون بين كوريا مثلا او في كوريا او في بحر الصين او في اوكرانيا وإنما ستقع في منطقة الشرق الأوسط وقدم ريتشارد هاس عدة سيناريوهات لهذه الحرب قال إما أن تبدأها إيران ضد السعودية تحت ضغط الحصار بدافع الحصار والرد على الحصار الأمريكي أو تبدأها السعودية ضد إيران بدافع إن سمعتها كدولة قاتلة للصحفيين ثم توقع هاس أن يعود الإرهاب إلى المنطقة، الإرهاب عندهم هو هذه الانفلات الأمني يعني اللي يهدد إسرائيل. وقال إنه سوريا لن تعود كما كانت في سابق عهدها. ثم قال إن المشهد في الشرق الأوسط كله يقول كل الاتجاهات في وضع سيء. لا توجد مفاوضات جدية بين المتصارعين في أي مكان. والدول بدأت بالانهيار من الداخل. طبعا لازم نأخذ بالنا من أنه اللي, بي... اللي بيتكلم هنا هو صانع سياسات سابق في الخارجيه الامريكيه ومدير مجلس العلاقات الخارجيه في الولايات المتحده الامريكيه يعني مش شخص عادي هذا شخص مطلع وخبير اكثر من اي شخص اخر ومجلس العلاقات الخارجيه الامريكي الذي يرأسه هاس هو احد اهم مراكز التفكير في الولايات المتحده الامريكيه والرجل له تنبؤات سابقه بما يجري الان في العالم تنبأ بكثير مما يجري في العالم الان في عام 2005 كان قد اصدر كتاب في العام 2005 اسمه الفرصه تنبأ في هذا الكتاب بتقلص النفوذ الامريكي في الشرق الاوسط اذا ما مضت امريكا وحدها في التصرف بدون تعاون وتشاور مع الدول الكبرى وهذا ما حدث بالفعل وله كتاب اخير بعنوان عالم تكتنفه الفوضى عنوان فرعي السياسه الخارجيه الامريكيه وازمه النظام. يقدم في هذا الكتاب الاخير رؤيه مخيفه عن عالم تهتز فيه وضعيه الولايات المتحده الامريكيه. بعدها يحصل اهتزاز في الساحه الدوليه كافه. ويلخص رؤيته في هذا الكتاب بعباره تقول لم يعد النظام العالمي الذي تقوده الولايات المتحده لم يعد قابلا للاستمرار بعد انهيار اركانه الاساسيه، اركان النظام الدولي انهارت. مما يعني ان العالم يعيش الان ويعيش الان بدايه ما يطلق عليه عصر الفوضى، بيبشرنا بعصر الفوضى الذي تسوده التهديدات والتحولات السريعه وغير المتوقعه، طبعا بالنسبه لنا العرب مش ما عندناش ما نخسره. خسرنا كل شيء تقريبا وخاصه احنا في اليمن باقي اللي جنبنا بس شويه يجربوا الخساره والذي اريد قوله هو ان الفوضى التي صنعتها امريكا في الوطن العربي والشرق الاوسط لن تنتهي بزوال الوطن العربي بل بزوال اسرائيل لان الفوضى في هذه المنطقه تهدد اسرائيل اكثر من غيرها عندما تنطلق جماعات جهاديه او قوميه لديها خبره قتاليه ممتازه ولم يعد لديها ما تخسره وتكرر اجتياح اسرائيل ستسقط اسرائيل والذي يحميها اليوم هي الانظمه العربيه فقط لا غير ولهذا نقول اسرائيل يعني اسرائيل نفسها تقول انها حريصه على بقاء الاسد في سوريا حتى لو كان حليفاً لايران لان هذه الانظمه هي عباره عن مدراء لسجون كبيره تسمى الاوطان العربيه، هذه وظيفتهم مدراء سجون وكل رئيس جمهوريه عندنا هو مجرد مدير سجن كبير اسمه الوطن. ليس الامريكان وحدهم هم الذين يتنبؤون بان العام الجديد 2019 سيكون عام حرب، الايرانيون ايضا يتوقعون ذلك وقبل فتره وجيزه وجه المرشد الاعلى الايراني علي خامنئي وجه تحذير مثير للمواطنين في بلده من مخططات تستهدف ايران في العام 2019 قال وقال على الجميع ان يتوخوا الحذر لان الولايات المتحده قد تكون اعدت خطه حول 2019 والمعروف ان هناك اكثر من منطقه تماس للصدام بين ايران والسعوديه في الخليج العربي وفي اليمن وفي سوريا لكننا نستبعد طبعا ان تبدا السعوديه باي عمل استفزازي لايران سواء في اليمن او في غيرها لانها اضعف من ان تفعل ذلك واذا فعلته فسيكون ضمن تحالف وتوجيه امريكي كامل امريكا لديها شروط للحرب مع ايران اول هذه الشروط ان تمول بالكامل من قبل دول الخليج كالعاده من ايام حرب افغانستان وثانيها ان تكون الجيوش العربيه هي راس الحرب رأس الحربة في هذه الحرب وليس الجيش الأمريكي وثالثها أن تضمن هذه الحرب أمان إسرائيل هذه شروط أمريكا وشرط الرابع هو شرط خفي غير معلن لكن متفق عليه بين دول الثورة المضادة وبين أمريكا وإسرائيل هو أن هذه الحرب إذا نشبت ينبغي أن تستهدف أيضا تركيا أكثر من إيران وهذا البند الاخير يحتاج الى وقفه تفسيريه. لماذا تركيا اكثر من ايران؟ كنت قد تحدثت مرات عديده في هذا البرنامج عن ان ما يجري في شمال سوريا يقصد به تركيا تحديدا. اطاله حرب الثوره السوريه وافشالها في نهايه المطاف وتمكين ايران في سوريا ودعم الجماعات الكرديه المعاديه لتركيا من قبل اسرائيل وامريكا كل هذا كان يهدف الى خلق الظروف الموضوعيه لتهديد تركيا الجديده وحتى اعلان الانسحاب الامريكي من سوريا قبل ايام يستهدف تركيا ولكي ندلل على صحه هذا الافتراض دعونا نتوقف امام المفارقات والتناقضات التاليه التي لا يمكن فهمها الا بهذه الفرضيه فرضيه ان الهدف هي تركيا ان المستهدف الحقيقي هو تركيا الجديده اول مفارقه هي ان اسرائيل تزعم انها في حاله عداء مع ايران وان ايران في سوريا تشكل تهديدا وجوديا لاسرائيل لكن مع ذلك فان اسرائيل لا تريد للثوره السوريه ان تنجح وامريكا نفسها خذلت الثوره السوريه خذلانا مبينا وذهبت اسرائيل وامريكا بدلا من دعم الثوره السوريه التي كانت ستطيح بالاسد وتطرد ايران من سوريا بدلا من ذلك ذهبوا يدعمون الجماعات التي تهدد امريكا وترامب اعترف كما قرانا في الايام الاخيره بانهم ذهبوا الى سوريا لدعم الاسد اخر اعتراف وليس لدعم الثوره مع انهم في حاله عداء مع ايران كما يزعمون مكنوا ايران من سوريا كما مكنوها في العراق هذه مفارقه المفارقه الثانيه هي ان امريكا وايران تقولان انهما في حاله عداء متبادل وتفرض احداهما على الاخرى عقوبات لكنهما مع ذلك تعاونتا في العراق وسوريا كان بينهم تعاون فلولا ايران كما قال احد كبار مسؤوليها قبل سنوات لولا ايران ما دخلت امريكا العراق ولا دخلت افغانستان وقد تم اسقاط العراق لصالح ايران بشكل رسمي ومتفق عليه. هذه مفارقه ثانيه. المفارقه الثالثه ان دول الامارات والسعوديه والبحرين مثلا تزعم انها تعادي ايران. ومع ذلك فان هذه الدول لا تريد اسقاط نظام الاسد الحليف الاساسي لايران. ذراع ايران الاساسيه. ولا تريد اسقاط الحوثي في اليمن ذراعها الثاني. وها هم الآن يتسابقون لإعادته إلى الحظيرة العربية، هي فعلاً حظيرة كما قال أحمد مطر، مجرد حظيرة. فكيف نفهم هذه التناقضات يا ترى؟ كيف نفهم هذه المفارقات؟ الجواب بسيط الجميع يعتبر الثورات العربية وتركيا هما الخطر الأكبر على مستقبل الأنظمة الأمريكية في الشرق الأوسط وليس إيران، أنا أسميها أنظمة عربية أمريكية مش عربية. الخطر الحقيقي بيشوفوه هو الثورات العربية وتركيا وداعميها داعمي الثورات تركيا وقطر ولذلك هذا الذي ينبغي ان يسقط ايران هذه لم تعد لانه اللي بيهدد مصالح امريكا هو الذي ينبغي ان تكون له الاولوية في في الشغل وطبعا تركيا تفهم هذا الكلام تفهم هذه الحقيقة وتعمل على ضوئها كانت خطه الامريكان ودول الثوره المضاده كانت الخطه ان يغرقوا تركيا بحرب مع ايران في سوريا في بدايه الامر يعني بدايه الثوره السوريه. لكن الاتراك فوتوا عليهم هذا هذه الفرصه وتصالحوا مع ايران على امور محدده. فانتقلت الخطه الامريكيه الى الخطه باء يعني وهي توريط تركيا في صدام مع روسيا داخل سوريا. وتم التنسيق حينها مع التنظيم الموازي التركي بقيادة فتح الله جولن اللي هو جالس في أمريكا الآن تم الترتيب معه يسووا خطة معينة تورط تركيا في صراع مع روسيا هو تربط, تربط علاقات قوية مع إسرائيل وأمريكا جولن هذا التنظيم نفذ عمليتين من داخل الدولة التركية ضد روسيا بهدف توريط تركيا في حرب مع روسيا العملية الأولى كانت إسقاط طائرة روسية حربية في الحدود التركيه السوريه العام 2015 العمليه الثانيه كانت اغتيال السفير الروسي اندري كارلوف في تركيا بالرصاص في العام 2016 لكن روسيا فيما فيما يبدو فهمت اللعبه ادركت ان هذه العمليات تستهدف توريط الدولتين في حرب لصالح طرف ثالث ولهذا يقال ان الروس قد ساعدوا نظام اردوغان في الكشف عن محاوله الانقلاب التي خطط لها الأمريكان والإسرائيليون وغيرهم ونفذها تنظيم جولان في العام 2016 يعني انتقلوا إلى الخطة الجيم بعدين لما شافوا أن الخطة الأولى فشلت والثانية فشلت انتقلوا إلى الثالثة وهي محاولة الانقلاب ضد نظام أردوغان ولذلك تطورت العلاقات الروسية التركية من يومها بشكل ملحوظ من بعد الانقلاب إذن فقد فشلت الخطة ألف الخطه باء في توريط تركيا في صراع مدمر مع دولتين هما ايران وروسيا. ويبدو ان حلف اسرائيل والثوره المضاده للربيع العربي يبدو انهم قد انتقلوا اخيرا الى الخطه الجيم او الخطه الرابعه يمكن التي تقضي بتوريط تركيا في حرب مباشره مع جيوش عربيه هي الجيش المصري والسعودي والاماراتي. وقد نشر موقع دبكه الاسرائيلي قبل ايام نشر تقرير تناول انسحاب القوات الامريكيه من سوريا وكشف عن زياره زياره ضباط مصريين واماراتيين لمدينه منبج في ريف حلب الشمالي حيث تتموضع هناك القوات التركيه على مقربه منه بداوا الضباط المصريين والاماراتيين بالزيارات للمنطقه يعني في شغل قادم واوضح هذا الموقع الاسرائيلي ان البيت الابيض يجري حوارا مستمرا مع ابو ظبي محمد بن زايد ومع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشان نشر قوات مصريه اماراتيه في المناطق التي تتواجد فيها الان القوات الامريكيه. بالترتيب مع القوات الكرديه هناك وبيقولوا انه سيتم تقديم غطاء جوي امريكي ضد اي هجوم روسي، لاحظوا روسي مع انه الحقيقه انهم يقصدون تركي غطاء جوي ضد اي هجوم تركي هذه هي الحقيقه امريكا لا تستطيع ان تتورط مع روسيا في سوريا وما دامت تركيا قد فوتت عليهم الفرصه السابقه نتوقع ايضا ان تفوت الفرصه الجديده واذا ارغمت على الدخول في مواجهه بدافع ضرورات الامن القومي فإن المعركة القادمة لن تتوقف في سوريا. المعركة القادمة إذا نشبت وورطوا تركيا في حرب داخل سوريا لن تقف عند حدود سوريا بل ستقف في تل أبيب أظن ذلك لا أقول أن الجيش التركي نفسه سيفعلها مش مش بالضرورة مع أنه ما ما فيش حاجة مستبعدة لكن أعني أن أي حرب قادمة في سوريا ستفتح الأبواب على مصراعيها امام الفوضى التي تخاف منها اسرائيل، الفوضى التي قد تاتي بارهابيين بلا بلا حساب، قد تستمر هذه الفوضى اربع سنوات قادمه ربما تنتهي بزوال اسرائيل نفسها كما تقول نبوءه بسام جرار، لا شيء يقف امام هذا الاحتمال سوى اوهامنا العربيه التي تصور الكيان الصهيوني وكانه قلعه حصينه غير قابله للسقوط. والوضع هذه المرة مختلف عن حروبنا القديمة مع إسرائيل هذه المرة هناك جماعات قتالية لا تسيطر عليها الأنظمة العربية العرب خلاص تجاوزوا مرحلة الضعف القديمة والتخلف التقليدي الآن هم في حالة ضعف وتفكك نعم لكن لم يعودوا بذلك المستوى من التخلف القديم والضعف القديم الآن يستطيعوا أن يؤلموا هذه الجماعات وغيرها التي تتخلق في ظروف الحرب إذا وجدت نفسها ستخسر كل شيء ستفضل الذهاب إلى إسرائيل مهما كانت الخسارة وإسرائيل على مرمى حجر يعني ما فيش مسافة بعيدة وربما يكون سقوط إسرائيل هو ثمرة نهاية أو ثمرة نهائية لسقوط عدة أنظمة في الوطن العربي من يدري ربما تبدأ تبدأ تساقط أنظمة عربية قبل أن تسقط إسرائيل نفسه العرب يدمرون بيوتهم بايديهم حسب الخطه المتبعه منذ الحرب العالميه الاولى تعالوا نتذكر معا ما يعرفه الجميع عن العرب وينساه العرب نستمع الى هذا الروسي إن مهمة الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد ليست المهمة الرئيسية بالنسبة لأمريكا، فالمهمة الرئيسية هي تدمير الحضارة الإسلامية بأيدي المسلمين قبل كل شيء، وهذا ما نلاحظه. وهذه كانت من وصايا لورنس العرب، ضرب العرب بعضهم ببعض، إن هدفنا كما أبرق لورنس العرب إلى لندن في وقت ما، هو إرغام العرب على مقاتلة بعضهم بعضا من أجل مصالحنا، ويتم تنفيذ هذا الهدف بالذات الآن. ثم كرر بن غوريون نفس الفكرة قائلا ليس السلاح النووي الذي سينقذنا بل الصراعات العربية نعم تضع البلدان الغربية وحليفاتها هذه الاستراتيجية بالذات في صلب سياستها الخارجية طبعا هناك من سيحدث نفسها الآن ويقول الأخ العبد لله مشغول بزوال إسرائيل بينما العرب أنفسهم يعني في طريقهم إلى الزوال الحقيقة أن القضية بالنسبة لي ليست زوال إسرائيل القضية الآن اللي تهمني ليست اسرائيل بل الوطن العربي. هذا الوطن تحول من وطن الى ملعب للقوى الدولية ومغارة لصوص محليين ودوليين، الكل بينهب. أه لما اتكلم عن سقوط اسرائيل انا اعني أن هذا السقوط سيكون مجرد مؤشر على سقوط الهيمنة الاجنبية. اذا سقطت اسرائيل فهذا يعني ان العرب قد فلتوا من القبضة المحكمة التي أطبقت عليهم طوال المئة سنة الماضية أنا قلت في هذا البرنامج من قبل أنه بكاء حالة التخلف العربي بمظاهره المختلفة ضعف انقسام احتراب تفاهة ضعف هذا هذه المظاهر لم يكن هذا التخلف كله بسبب عوامل ذاتية في الإنسان العربي أو الثقافة العربية والجينات العربية لا هناك أمم كثيرة تقدمت وتجاوزت مشكلاتها بالرغم من انه مشكلاتها كانت بالرغم من انها كانت اكثر تخلفا من العرب وكانت مشكلاتها اكثر من مشكلات العرب وعدد المتعلمين فيها كانوا اقل والمثقفين سواء كانوا في اسيا او في افريقيا هناك نماذج كثيره لدول كانت عباره عن خرائب مدن صفيح او مدن غابات واصبحت دول متقدمه السر في بقاء العرب الى الان في حاله ضعف وتخلف ما العامل الداخلي بل العامل الخارجي هناك فيتو العوامل الداخليه بتسبب تخلف لكن العوامل الخارجيه بتمنع التقدم. هناك فيتو غربي على هذه المنطقه يمنعها من التقدم فيتو ممنوع غير مسموح للعرب ان ينهضوا وقبل ايام تحدث الدكتور محمد مختار الشنقيطي وقال مثل هذا الكلام عن بحث غربي نقل عن باحث غربي في جامعه اكسفورد يقول الغربي هذا أن المنطقة العربية قد منعت من أن تتطور بشكل طبيعي يعني لو تركوها للظروف الطبيعية زي زمان أنا سويت حلقة هنا في البرنامج وقلت لو تركونا للفوضى الخلاقة يا ريت كنا وصلنا لطريق مختلف تماما كنا تقدمنا من زمان لأن الفوضى الخلاقة معناها حتى ستوجد شروط التقدم من داخلها صراع بين عناصر التقدم وعناصر التخلف عناصر الشد والجذب وحنوصل طريق لانه القوى الذي المصممه على التقدم داخل الوطن العربي قوى متمكنه وكانت قويه لكن للاسف ما تركوناش للفوضى الخلاقه تركونا للفوضى الممنهجه المخطط لها كانوا يشرفوا على فوضى تجعلنا دائما في حاله محلك سر صحيح كنا متخلفين نهايه القرن التاسع عشر لكن العرب في اكثر العرب نفسهم من اكثر الامم التي حاولت النهوض وتعثرت كان لدينا فرص كثيره للنهوض وكان بامكاننا نتجاوز محنتنا لولا ان هذه الفرص تم اجهاضها من قبل الغرب بصريح العباره استعمل الغرب في اجهاض محاولات محاولاتنا للنهوض استخدم طرق كثيره اخطرها كان تنصيب حكومات مستبدة على ركابنا هذه الحكومات كانت مهمتها تحويل الطاقه الاجتماعيه من طاقه بناء الى طاقة تدمير ذاتي. تعرفون انه كل مجتمع عباره عن طاقه مثل الطاقه النوويه، يتنور تنور يا تدمر. هذه الطاقه اما ان تتجه للبناء او تتجه للتدمير الذاتي. لا يوجد خيار ثالث. كل شيء في الكون عباره عن طاقه كما تقول الفيزياء، والمجتمع شكل من اشكال الطاقه. الوظيفة الطبيعية للحكومات والأنظمة السياسية هي توجيه هذه الطاقة الاجتماعية وتنظيمها واستغلالها للبناء والنهوض مثل ما فعلت دول العالم المتقدم والمستقر أما الحكومات المستبدة في الوطن العربي فهي عادة كانت توجه هذه الطاقات لتدمير المجتمع نفسه والدولة تدخل المجتمع في حالة صراع مع نفسه وفي حالة صراع مع الحكومة لأن الأنظمة المستبدة تدخل في صراع مع شعوبها وتدخل الشعوب نفسها في صراع مع بعضها هذه الصراعات تبدد الثروه والطاقه بكل اشكالها بما فيها طاقه الامل حتى لاحظوا لاحظوا معي كميه الياس والاحباط التي اصابت المجتمعات والشباب العربي بعد فشل الربيع العربي الفشل الجزئي لاحظوا كيف ان بعض الشباب انكفا على نفسه وبعضهم كفر بكل القيم والمسلمات وخرج من الدين وبعضهم هاجر خارج البلدان العربيه وبعضهم ادمن المخدرات والحشيش وهكذا هناك حاله احباط احباط شديد لدى الشباب ونقص حاد في الامل بعد الثوره المضاده هذا النقص سيؤدي الى كساح اجتماعي وستتحول الطاقه السلبيه الكامنه في, في نفوس الشباب الان الى طاقه تدميريه كبيره موجهه لداخل المجتمعات نفسها طبعا هذا الكلام لا يبرئ ثقافتنا وتراثنا الجمعي وعقلنا الجمعي من مسؤوليته في التخلف العربي كما قلت، بالتاكيد لدينا عناصر فشل، لدينا ثقوب سوداء في ثقافتنا وتراثنا الفكري، هذه الثقوب السوداء تمتص الكثير من جهودنا وطاقاتنا، وتفشل العديد من محاولات التقدم والنجاح، لكن تظل العوامل الخارجيه اقوى. بدليل ما جرى للربيع العربي كما قلت هذا الربيع الذي كاد أن ينتشل هذه الأمم من الوحي جاءوا تآمروا عليه من كل مكان ورموه عن قوس واحدة كما يقول العرب وبالرغم من ذلك لا نستطيع القول إنه قد فشل تماما هذا الربيع وإنما انتقل من مستوى بدائي إلى مستوى مركب معقد أو بعبارة الدكتور محمد الشنقيطي تأخر زمنه وارتفع ثمنه لكن الربيع الربيع نفسه لم يفشل تماما ما زال يعمل انتهى العام 2018 بالنقاط لصالح حلف الربيع العربي اذا ما اعتبرناه كان مصارعه هذا ما قاله بعض المثقفين العرب وهو صحيح لقد كان الوطن العربي طوال السنوات السبع العجاف الماضيه كان الوطن العربي ملعبا لمصارعه حره بين الثوره المضاده بين الثوره والثوره المضاده كسبت الثوره بعض النقاط احيانا وكسبت الثوره المضاده نقاط اخرى في بعض الاحيان لكن هذه المصارعه لم تنتهي بالضربه القاضيه ولا بد ان تنتهي قريبا لصالح احد الطرفين فإما أن ينتصر حلف الثورة المضادة ويدخل العرب في دوامة إحباط واستبداد وقمع لا لها في تاريخهم كله مختلف هذه المرة القمع سيكون مختلف وإما أن تنتصر الشعوب وتغادر قلعة الموت والتخلف إلى الأبد هذه مباراة حاسمة لها ما بعدها لا نستطيع أن نتنبأ بمستقبلها الآن لأن حجم التناقضات داخلها كبير جداً حجم المفاجآت المتوقعة كبير جدا ومن ثم فإن التحليل السياسي لا يستطيع أن يجزم بشيء أو يرجح شيء لكن منطقة التاريخ منطق التاريخ يقول أن الشعوب التواقة للحرية كما يقال لا تهزم الشعوب اللي بتكون ثورتها من داخل وجدانها كما قيل لا تهزم وإذا تركنا منطقة التاريخ والتحليل السياسي ولجانا الى منطق النبوءات الدينيه وهو مجال لا علاقه له بالتحليل المنطقي فان احدى هذه النبوءات تتحدث عن تحولات كبيره ستحدث في المنطقه خلال السنوات الخمس القادمه. هذه التحولات ستنتهي بسقوط اسرائيل. والطريف ان هذه النبوءات مرتبطه بالرقم 19 يعني العام 2019 وكان بدايتها ستظهر في هذا العام. خلوا الأيام القادمة هي التي تحكي حكايتها الحقيقية، احنا وظيفتنا فقط نتوقع على ضوء المعطيات، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم، نلقاكم في الأسبوع القادم في أمان الله.